السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة Mastering Flutter in Arabic. طبعا بهذا الدرس إن شاء الله رح نقوم بعملية رتوش بسيطة على الصفحة اللي نحن قمنا طبعا أيضا بعملية رتوش عليها بالدرس السابق. طبعا أولا رح نلغي اللودينج بهذا الشكل، أيضا بننزل للأسفل بنلغي اللودينج أيضا من هون بهذا الشكل set state loading، تمام نلغيها ونلغيها من هون، نلغيها من كل مكان موجودة عندي لأن أنا عم استعمل الالرت، فما في داعي إني استعمل ال is loading. تمام، هاي فكرة أنا أعطيتكم إياها، طبعا أنت ممكن تستخدم الطريقة يلي بتريحك. طبعا هون الشو ديالوج بهذا الشكل رح ننسخها ورح نعمل طبعا شو ديالوج اول، طبعا نستخدمها بشكل دايناميك باكثر من مره بالصفحه. طبعا رح اعطيها طبعا string من نوع title بهذا الشكل، وايضا string ثاني للكونتنت. شو الفكره؟ عفوا يعني عم اعطيها string title وstring content. شو الفكره منها؟ اني استخدمها باكثر من مكان بالصفحه. رح مرقهم طبعا رح نحذف الرو بهذا الشكل، ورح نكتب طبعا title والكونتنت ونمرق لهم السترينج تايتل السترينج كونتنت الموجودين فوق بهذا الشكل. طبعا معدل الاسماء حتى ما يكون في اختلاط بالاسماء الموجوده عندنا بهذا الشكل. عم ادخل هون ماي كونتنت، طبعا عم يعطيني خطا لان هي لازم تكون ويدجت، طبعا هلا بنعدلها ما في مشكله. حندخل التايتل ايضا هون بهذا الشكل تايتل، طبعا رح بكتب هون رح بحطه داخل ويدجت لان هي بتقبل ويدجت تكست. رح ادخل الماي كونتنت داخلها بهذا الشكل، اوكي بهذا الشكل طبعا. وهون رح ادخل ايضا اكتب رح بكتب طبعا التايتل كمان تقبل ويدجت، رح اكتب تكست طبعا داخلها الماي تايتل بهذا الشكل. طبعا رح من ادخل ايضا طبعا الاكشن حتى يكون عندنا احداث، بس اولا نعمل كنترول اس حتى يتم حفظ التغيرات بهذا الشكل. هنعمل اكشن، طبعا الاكشن رح يكون فيها باتون، هي عمليات احداث. تمام، رح نعمل باتون، خلينا نستخدم الرايز او ما بعرف رايز او فلات، نستخدم الفلات افضل، فلات تشايلد بهذا الشكل. نكتب تكست طبعا، ادخل دان على سبيل المثال تمام بهذا الشكل، ورح نعمل on pressed function تمام بهذا الشكل. رح ننسخ طبعا الفلات باتون مرة تانية، نحطها على سبيل المثال او ما في داعي لها اصلا يعني خلص واحدة بتكفي. تمام، رح اعطيها طبعا navigator dot of context dot طبعا بوب اب بيرجعني للخلف، هاي الفكرة منه، اوكي بهذا الشكل. ونعمل كنترول اس طبعا، اوكي ننسخ شو ديالوج اول وبنستخدمها داخل طبعا اللوجن بيلد، نحذف هدول ما في داعي لهم، وبنعمل هون بهذا الشكل. او ماي جاد ريسبونس بادي، طبعا هلا شو في فكره هون انه اذا اللوجن فشل تمام، فاكيد هذا الشخص طبعا بعمليه تسجيل الدخول في كلمه المرور او البريد الالكتروني خاطئ. طبعا احنا عندنا هون ثلاث سترينج، انا ممكن عفوا عندي عندنا التايتل سترينج والكونتنت سترينج، ممكن ادخل فيهم المعلومات اللي انا بدي اياها. طبعا اذا عمليه فشلت بتسجيل الدخول مثل ما اتفقنا، فاكيد هذا الشخص بكل بساطه يعني مأدخل بريد الكتروني او كلمه المرور خاطئه، فرح نكتب له طبعا رساله خطا طبعا بالتايتل، وبال طبعا الكونتنت رح نقول له انه على سبيل المثال البريد الالكتروني، البريد الالكتروني او كلمه المرور تمام بهذا الشكل خاطئه. تمام اكيد لانه هو عم يعمل تسجيل دخول، فاكيد البريد الالكتروني او كلمه مرور خاطئه، ما في يعني عمليه فشل رح تكون غير هيك. تمام، او بيكون الشخص اصلا ما عنده ما منشئ حسابه، بس مبدئيا رح ادخله هو لانه يفترض هو لوحده يعرف انه احنا بدنا انه هو لوحده يعرف انه بده ينشئ حسابه. طبعا البرنت رح اتركها مثل ما هي حتى نشوفها بالكونسول، ما في مشكله ما رح تاثر بشيء، نتركها. طبعا هون رح نحن
ننسخ الشو ديالوج اول ونحطه للاسفل، او برايي ما في داعي الالم نحذفها، لانه بكل بساطه خلص بكفي انه نحن يعني التكست فورم في عمليه اوتو فاليديت، فعم يظهر لي الاخطاء اوتوماتيك، يعني ما في داعي انه انا ضيف اليرت زياده ويعني واعمل يعني الموضوع كومبلكس يعني زياده عن اللزوم. تمام. طبعا الـ not valid يعني بتكفي مثل ما اتفقنا text form field. طيب بالنسبة لعملية تسجيل الدخول خلينا نجرب هلا، نكتب على سبيل المثال ايميل على التعيين ونكتب باسورد على التعيين ونضغط تسجيل الدخول. طبعا قال لي البريد الالكتروني او كلمة المرور خاطئة، هذا يعني انه فعلا فكرتنا نجحت. تمام. طيب لو أدخلنا على سبيل المثال بريد إلكتروني صحيح وائل@gmail.com بهذا الشكل، طبعا أدخلنا كلمة المرور الصحيحة وائل، طبعا وأنا موقف طبعا الانتقال لصفحة الهوم بيج بهذا الشكل، وضغطنا على سبيل المثال، طبعا نرجع من عيدة مرة تانية حذفت حرف منه أوكي بهذا الشكل تسجيل الدخول، طبعا اظهر لي وائل ولكن ما اظهر لي الشو اليرت لانه انا بكل بساطه ايضا عامل لها كومنت، بنروح بنلغي طبعا الكومنت منه، اسف ما انتبهت لها. اوكي كنترول اس هلا يفترض يطلع لي اللودينج بهذا الشكل تسجيل الدخول. تمام عمل لودينج يعني فعلا العمليه نجحت، ولكن طبعا ما اخذني على الصفحه الثانيه لانه موقف هي بتعليق ايضا، هلا يفترض يعمل لي لودينج بعدين يقولنا على الصفحه الثانيه بهذا الشكل. طبعا بضغط تسجيل الدخول لودينج ونقلني على صفحه ثانيه من دون اي مشكله بفضل الله. طبعا احنا هذا الكلام نفسه اللي طبقناه بالساين ان بنروح بنطبقه بالساين اب، نفس الفكره ما في شيء جديد يعني، صفى الموضوع كثير بسيط. فلذلك نحن طبعا لا الشو ديالوج ننسخها او خلينا نغير اسمها لانه اصلا يعني شو ديالوج ما هو دقيقه، رح نحط الشو لودينج يعني بس انا عم استخدمها لللودينج. تمام فبنروح نرجع للفانكشن الرئيسية ومنعدل على اسمه اوكي بهذا الشكل، ننزل للأسفل اوكي تمام ومننسخه ومنلصقه هون بالساين اب بهذا الشكل. طبعا بنعمل كنترول اس، طبعا هون بعملية السكسس اذا نجحت فلح نروح ايضا ننسخ طبعا النافيجيتور النافيجيتور رح ننسخها طبعا ورح نلصقها عند عمليه السكسس. نافيجيتور طبعا بوش نيم نفسها اللي موجوده بالساين ان، يعني ياخذنا على الصفحه الرئيسيه بمجرد ما الزلمه قام بانشاء حسابه. تمام بهذا الشكل، طبعا نرفع نظبط الكود بهذا الشكل ترتيب بسيط اوكي للخلف شوي هيك. تمام ما في مشكله اوكي نعمل كنترول اس. طبعا حاليا هو بمجرد ما يقوم بانشاء حسابه بشكل صحيح راح يعمل لي لودينج وياخذني على صفحه الهوم بيج. طيب خلينا على سبيل المثال نروح على عمليه الفشل. لا اذا فشلت العمليه فهو اكيد 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 ما عنده يعني لا بانشاء الحساب اذا فشلت فأكيد هذا الشخص مستخدم بريد إلكتروني هو لشخص موجود سابقا. تمام لأنه هو اللي حيكون قطع مرحلة الفاليد فلحتكون الحقول كلها تمام ما في أي مشكلة، ولكن حيكون مأدخل بريد إلكتروني نفس بريد إلكتروني لشخص سابقا. تمام هاي الفكرة. فلذلك رح نعمل هون تمام عند الستاتيوس يعني إذا العملية فشلت رح نعمل شو ديالوج أول رح ننسخها أوكي رح بنلصقها هون بهذا الشكل، بس رح اغير طبعا الرسالة رح نمحيها اوكي بنرجع نعدل عليها او خلينا نمحيها على الاخير ونرجع نعيدها من البداية اسرع نعدل فيها ساعة. تمام رح نكتب هون البريد الالكتروني موجود سابقا بهذا الشكل، نعمل كنترول اس طبعا بهذا الشكل ومنروح طبعا الفاليد ما في داعي نحكي انه مثل اللي قبله بس الساين ان تكست فورم بتظهر لي الايرور تبع الفاليد، ما في داعي نجي نحط الايرور. تمام بروح على تسجيل الدخول بهذا الشكل وبروح على انشاء الحساب
طبعا بندخل اسم شخص جديد، وليكن على سبيل المثال طبعا حنفتح جوجل كروم ونكتب لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن، نشوف اذا الشخص فعلا رح ينضاف ولا لا. ننتظر وقت لبين ما يفتح، بنبلش كتابة هون. نحن رح نكتب مهند، بعدين كلمة المرور ايضا مهند، كلمة المرور كم مرة تانية مهند، تمام. ولح بأدخل البريد الإلكتروني مهند at gmail.com بهذا الشكل. رح نكتب على إشارة الصح طبعا، ولح طبعا افترض هلا يطلع لي لودينج، بعدين قلنا على الصفحة الرئيسية، خلينا نروح على جوجل كروم نتأكد إنه الشخص رح ينضاف عنا. نفتح الموبتك، نفتح اليوزرز، تمام بهذا الشكل. اوكي عندي شخصين مثل ما شايفين، نعمل عملية انشاء حساب. طيب يعمل لي لودك، بعدين يدخلني على الصفحة الرئيسية، تمام. اذا العملية نجحت بشكل تام وضاف لي الشخص وما في اي مشكلة بفضل الله. نروح على تسجيل الدخول مرة ثانية على انشاء الحساب. هندخل اسم شخص ثاني وليكن على سبيل المثال شادي، او خلينا نمحي نكتب على سبيل المثال مو، او نكتب مازن. مازن اسم حلو، خلينا نكتب مازن بهذا الشكل. مازن كلمة المرور أيضا، تأكيد كلمة المرور مازن، تمام بهذا الشكل. ونكتب البريد الإلكتروني. لا هون نحن أدخل نحن البريد الإلكتروني، رح أكتب طبعا مازن، أو خلينا نكتب وائل آت جيميل حتى يعطيني طبعا إنه البريد الإلكتروني موجود سابقا، تمام. وائل آت جيميل موجودة عندي سابقا لشخص اسمه وائل، تمام. نتأكد فعلا وائل البريد الالكتروني هو وائل @جيميل. طيب هون عم ادخله مره ثانيه. طيب افترض ما يمشي الحال، لانه ما معقول شخصين يسجلوا بنفس يعملوا انشاء حساب بنفس الايميل، تمام. فرح يظهر لي رساله خطا، البريد الالكتروني موجود سابقا، تسجيل دخول، تمام. البريد الالكتروني موجود سابقا، تمام. عمليه لودينج بلح تنتهي طبعا، لانه هي موجوده سابقا، يعني صار عمليه اليرت فوق عمليه اليرت، فلذلك انا رح بلغيها طبعا للشو الديالوج الاولى. فرح اعمل نافيجيتور، طبعا الحل انه اعمل نافيجيتور دوت اوف كونتكست دوت طبعا بوب اب بهذا الشكل. فطبعا البوب اب رح تلغي لي الشو ديالوج الاولى. رح نروح هلا بنجرب مره ثانيه، نعمل تسجيل انشاء حساب، تمام. البريد الالكتروني موجود خطا طبعا سابقا، عملنا هاي ما ظهرت لي اللودينج لانه التغيت قبل ما يعني لا هون بلشت اللودينج صح ولا لا، تمام. اذا العمليه نجحت رح ينقلنا على صفحه ثانيه فرح تلتغى، واذا العمليه ما نجحت، تمام، يعني اذا العمليه ما نجحت مثل هون فرح بتضل ظاهره، فلذلك النافيجيتور دوت اوف كونتكست بوب اب رح تلغي الشو ديالوج، تمام بهذا الشكل. فلما لما بتطلع الشو اليرت الثانيه بتكون الاولى ملغيه، فلما بضغط دان بيرجع لي للصفحه النظاميه ما في مشكله، تمام بهذا الشكل. بتمنى الدرس يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه لدعمنا للمزيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.